بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هناخد او هندرس حاجة او هنعرف معلومة جديدة. ده بالنسبة للناس اللي تعرفها او في ناس ما تعرفش المعلومة دي، ان احنا عندنا في موقع جميل جدا اسمه جراب كاد. الموقع ده من الاخر بيساعدك في عمل المشاريع، سواء انت كنت طالب او مهندس او اي حد محتاج يعمل اي بروجكت، تمام؟ فبالتالي انا عندي الموقع ده بيساعدني في عمل الديزاين لاي بروجكت انا محتاجه، تمام؟ عليه ديزاينات لبروجكتات كتير جدا جدا، تمام؟ فهندخل مثلا، انا هبقى حاطط لحضراتكم اللينك بتاع الموقع ده اسفل الفيديو. انا بالنسبة لي هخش اجيب جراب كاد، انا هدخل على الموقع ده اهو، تمام؟ الموقع ظهر لنا اهو بالشكل ده، تمام. هنزل تحت عندي انا في سيرش كاد مودلز، تمام. انت هنا هتحط اي بروجكت انت محتاجه. حضرتك لو محتاج مثلا، لو بتعمل مكن مثلا سي ان سي، بتعمل روبوت ارم، اي حاجة مثلا انت محتاجها. فانا مثلا شغال مشروع بتاعي بعمل روبوت ارم، تمام. نبحث عن الروبوت ارم، هيطلع لي حاجات كتير جدا وديزاينات كتير جدا بالنسبة للروبوت ارم، تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، هنا طبعا هتنزل في عندك هنا في كام، يعني كام بيج زي ما انت عاوز. في احنا شفنا اول بيج مش عاجبانا اي ديزاين فيها، ممكن نخش تاني بيج نشوف اي ديزاين يعجبنا برضو نختاره، تمام. مش عاجبنا برضو نخش تالت بيج، تمام. حضراتكم معاكم حرية الاختيار. فاحنا هنا مثلا هنختار اي روبوت ارم ونشوف لو كان ليه 3D ولا ايه، تمام. هنخش طبعا جراب كات ده برنامج او موقع مهم جدا. ده من الاخر زي اكن حضرتك شغال على الانفنتور او السوليد ووركس او اي برنامج من برامج الديزاين. احنا مثلا هندخل هنا، تمام. هندخل ننزل تحت كده، ممكن نخش عاوزين نوصل للثري دي. فتحنا بقى عندنا احنا بالاخر صورة مش هنقدر ان احنا نتحكم فيها. انا عايز اشتغل طبعا 3D، جيب 3D كده. المفروض هيحمل معايا هنا. بعد ما نخش هنلاقي الصفحة قدامنا أكني شغال على برنامج مثلا الانفنتور أو السوليد ووركس أو أي برنامج من برامج الديزاين. طيب أنا ليه بعمل الحوار ده وليه بخش أصلا على الجراب كاد؟ من الآخر عشان خاطر آخد مقاسات، أعمل هشوف ديزاينات جديدة، هشوف حاجات أنا مثلا ممكن أنا ما يكونش مثلا في دماغي. يعني ممكن ساعات بيبقى الواحد دماغه واقفة مثلا، محتاج ان هو يشوف ديزاينات كتير عشان خاطر ايه دماغه تشتغل، يبقى عنده برضو كمية معلومات كتير، تمام. انا عندي فتحت اهو، هو كده البرنامج او الموقع بتاعي مفتوح. انا ممكن اتحكم في الحاجة دي 3D، الحاجة ايه قدامنا 3D، تمام. ده اكنه برنامج زيه زي اي برنامج زي انفنتور، اوتوكاد، سوليد ووركس، اي حاجة، تمام. 3D، تمام. طيب انا مثلا حابب ان انا اخد اي جزء من اجزاء الروبوت ده، تمام. اخد مقاسه مثلا عشان خاطر اقدر اشتغل على برنامجي انا الانفنتور او السوليد او اي برنامج من برامج الديزاين بتاعتي. مثلا انا هاجي هنا هتك كليك
يمين على الجزء ده، تمام. بعد كده اول حاجه اتاكد كليك شمال، بعد كده كليك يمين، ايزوليت. انا عاوز اعزل الجزء ده عن الجسم كله عشان خاطر اقدر اخد ابعاده ومقاساته. عملت له ايزوليت وزي ما حضراتكم شايفين كده قدامي، تمام. فانا هدخل عايز انا اقيس الجزء اللي قدامي ده، تعالوا نشيل دي، تمام. انا عندي في هنا ميجر، في عندي سيكشن، في عندي اكسبلود، تمام. مالكمش دعوة بالاسمبلي تري، انا اهم حاجة عندي الميجر دلوقتي. الميجر انا عاوز مثلا اقيس لينس. عندي الميجر منقسمة لخمس حاجات، في عندي لينس اوف ايدج، في عندي الراديوس او دايمتر، في عندي ديستانس بتوين فيسز لو عندي اتنين فيس يعني عاوز المسافة ما بينهم، عندي ديستانس بتوين بوينتس، عندي الانجل بتوين فيسز، تمام. طيب انا عندي هنا في اليونتس تحت في مليمتر، في سنتيمتر، في المتر، انش، فيت، زي ما حضرتك عاوز تشتغل. نفترض ان احنا عايزين نشتغل بالمليمتر، تمام. طيب انا عايز اقيس radius ولا اقيس مثلا distance between faces ولا between points، عايز مثلا اقيس اللينس، تمام. عايز اقيس مثلا اللينس بتاع بتاع الجزء ده مثلا، نعمل زوم عليه، عايز اشوف طوله قد ايه. فحضرتك بتقوم جاي واقف واقف على اي على المكان اللي انت عاوز تقيسه، هو كده من الاخر اسلان اهوت، تمام. ده طوله حوالي 101.6 ملي متر، تمام. عايز مثلا اقيس مثلا الجزء ده، ده طوله 149.96، تمام. عايز مثلا اقيس القطر او الراديوس مثلا بتاع الدايرة الخارجية دي، تمام. عندي هنا 68، تمام. يعني اي مسافة او اي قياس يطلع لك انت بتاخده وتحطه عندك في برنامج الديزاين بتاعك، تمام، على حسب مقاساتك. وانت اهم حاجة اصلا بتاخدها من الجراب كاد، او اهم حاجة انت بتستفيدها من الجراب كاد، انك بتبقى عارف مجموعة ديزاينات، ويعني يكفي انك شايف الديزاين كده 3D والابعاد دي كلها انت ايه يعني، دي حاجة من دماغك انت، تمام. انت ممكن انت تحطها من دماغك على حسب الديزاين بتاعك وعلى حسب ابعادك. بس لو عاوز تعمل حاجة كوبي بيست مثلا، فانت بتيجي بتخش على الجراب كاد، بتاخد مقاساتك، بتاخد حاجتك كلها كوبي بيست وبتنقلها وبتعمل المشروع بتاعك، تمام. انا عندي هنا طبعا زي لو عاوز احرك، تمام، يمين شمال فوق تحت زي ما انا عاوز، او ممكن ابقى اتني ضغط عليها كده، تمام، واخدها ايه الفها عادي، حلو. ما علينا بقى، طوله بقى القياسات قلت لك، لو عاوز اللينس، عايز الراديوس، عايز اي حاجه، ديستانس بتوين فيسز، ديستانس بتوين بوينتس، انجل بتوين فيسز، تمام. ما علينا، في انا مثلا خلصت قياس، هتك كليك يمين، تمام. شو اول، هشوف بقى كل الجسم بتاعي، تمام. انا كده ايه، خلاص خلصت انا من قياساتي، اخدتها خلاص ونقلتها وعملت الجزء بتاعي. ممكن ادخل مثلا على اي جزء تاني، نفترض ان الجزء ده اعمل له برضو ايزوليت، هيبقى زي ما قدامي كده، تمام. ممكن برضو عايز اي مقاس هروح اخده وانقله عندي في البرنامج بتاعي، تمام. اي قياس عندك، عايز مثلا لينس مثلا بتاع الخط ده، تمام، عايز لينس الخط ده، تمام. فانت كده بالتالي اكنك شغال بالظبط على برنامج من ال على اكنك شغال على برنامج مثلا الانفنتور مثلا.
طيب انا خلصت تاك شو اول، تمام. اروح برضو اخد اي جزء انا محتاجه تاني وهعمل برضو عليه نفس الكلام. فاهم حاجة انا بالتالي انا عندي الجسم اهوت كله قدامي، ممكن ادرس اهم حاجة الحركة عندي، تمام. ابقى شايف انا يعني يكفيني ان انا شايف الاجزاء وهي مرتبطة ببعضها، ممكن اخد انا واشتغل اي مقاسات. طيب احنا كده من الاخر نبقى اتعلمنا من اللي هو الجراب كاد، ده برنامج مهم جدا وهيفيدنا في اي ديزاين. ممكن نبحث عن اي حاجة تانية، ممكن مثلا نروح نبحث عن مثلا يعني نفترض ان انا بعمل مشروع تخرجي او مشروعي انا كحاجة شخصية كده، بعمل مثلا مكنة سي ان سي، تمام. نروح نبحث برضو عن السي ان سي، هنشوف برضو يطلع لنا ايه. طلع لي برضو ايه حاجات كده في السي ان سي خاصة بالسي ان سي، تمام. ممكن تبحث عن الحاجة اللي انت عاوزها بالظبط، وممكن ايه تشوف بقى في اي بيدج على حسب ما انت انا عندي ديزاينات كتير برضو، ممكن اخش عليه، نخش مثلا بيدج نمبر 3. نفترض يعني ناخد الديزاين ده مثلا، تمام. خدنا الديزاين، ننزل تحت، تمام. هنا ملهوش 3D فهنقفله تاني. طيب نرجع نشوف اي في ديزاينات ممكن ما بيكونش ليها 3D، بس حضراتكم برضو بتبحثوا برضو لحد ما توصلوا لل 3D. ناخد مثلا الديزاين ده، الديزاين ده برضو ظاهر كده ملهوش 3D. ما علينا، هو عامة في ديزاينات كتير جدا. مثلا برضو نبص على ده كده، ان شاء الله ده هنلاقي له 3D. تمام اهو انا عندي علامة 3D هنا اهيت، تمام، فوق الصورة على الشمال، هتك عليها. بعد كده ايه هيحمل معايا، معلش بس عشان خاطر سرعة النت. فاحنا من الاخر البرنامج بتاعنا ده خاص وضروري ومهم جدا بالنسبة للطلبة اللي بيعملوا مشاريع التخرج، سواء بقى في اي مجال. ده بيفيدهم في الديزاين، لان في ناس كتير جدا بتقف حتة الديزاين وما بتبقاش عارفة تنفذ ومش عارفة تبتدي المشروع منين والكلام ده كله. اقل حاجة ممكن الطالب يخش يتعلم الحركات بتاعة الديزاين بتاعه، او ممكن ياخد الديزاين هيعمله كوبي بيست، بس هو مصيره في يوم من الايام هيتعلم وهيعمل ديزاين من دماغه. هو لحظة بس، الديزاين المفروض بيحمل،
طبعا بياخد وقت على حسب الديزاين وعلى حسب حجم الديزاين، لان انا عندي في ديزاينات كبيرة تبقى محطوطة بأحجام كبيرة. برضه نرجع برضه نقول تاني إن البرنامج ليه أهمية بالنسبة لطلبة سنة رابعة المفروض بيعملوا مشاريع التخرج. ده البرنامج ده زي يعني أو الموقع ده زي يشبه البرنامج الانفنتور أو السوليد ووركس أو أي برنامج من برامج الديزاين. اه خلاص عندي اهو، المفروض هيحمل. كده الحمد لله حمل البرنامج. عندي برضه انا عندي المكنة بتاعتي اهي، تمام. المكنة دي 3x، تمام. زي ما حضرتك بقى بتحب بقى ايه تلف المكنة زي ما انت عاوز، اكنك بالظبط شغال على الانفنتور او او عامة اي برنامج. انا عندي المكنة بتاعتي، ممكن اخد بقى منها اي جزء انا عايزه، عايز اقيسه واعمل له ايزوليت. نفترض مثلا تعالى انا هعمل زوم على مثلا البيرنج ده، تمام، او النوت دي، عايز اشوف الابعاد عامله ازاي. هتاك كليك يمين ايزوليت، بقيت النوت كلها عندي اهي، تمام. ممكن اخد ابعادها وممكن زي ما انا عايز برضو، قلنا في ميجر، تمام، عايز لينس، تمام، عايز راديوس. بس فانا مثلا انا كده باخد ابعادي، بخش اروح انقلها برضو في البرنامج. انا كده كليك يمين شغل، عندي المكنة قدامي اهي، ممكن اخد منها حتى لو مسمار، اقل حاجة ممكن تاخدها وتشوف قياساتها قد ايه. في عندي حاجة تانية اسمها اكس بلود. اكس بلود دي انا لو عايز اعرف كل جزء ازاي متركب في المكنة، فانا اكسبلود دي تيجي هنا، بتقف هنا، بتشد الجزء ده كده، بيعمل لي زي بيفكك لي المكنة كلها عن بعضها ويرجع. لو رجعته تاني ركبها تاني. فلو عايز تعرف كل جزء متركب ازاي، مثلا هنكبر هنا، تمام، زي ما انا شايف كده اهو، شايف حضرتك، تمام، اهو كده بتعرف المسامير داخلة ازاي، الأجزاء دي عاملة ازاي. بس كده خلصت. وكده يا ريت يكون اللي عرف البرنامج، اللي ما كانش يعرفه يعني يدعنا، واللي كان يعرفه برضو يدعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.